عليكم اخواني متابعين ديالي الاصدقاء الاخوات كاع اللي كيتابعوا القناة ديالي، تحياتي لكم كما وعدتكم. ان شاء الله جيت اليوم باش نعطيكم تجربة ديالي في كيفية انقاص الوزن الزائد. كنتمنى ان شاء الله باش يعجبكم يعني هذا الموضوع هذا وتستافدوا منه ان شاء الله. البرنامج سميتو انترميتين فاستن، اللي كيعني الصيام المتقطع. مهم تابعوا معايا الاخوان هذا البرنامج، راني داخل فيه يعني هاد شي 3 ايام هادي يعني باش درت هذا البرنامج. كنوجد واحد البطولة ان شاء الله غادي نشارك فيها، يعني الوزن ديالي زايد شوية دابا 87 كيلو، ولكن حاليا نقصت واحد 2 كيلو في ظرف 3 ايام بهذا البرنامج هذا. مهم نتمنى ان شاء الله تكون عندكم الاراده وتديروا هذا البرنامج. هذا البرنامج راه مزيان يعني الناس كاملين، سواء كانوا كيمارسوا الرياضه او ما كيمارسوهاش. مهم تبعوا معنا البرنامج. دابا غنهضروا لكم على الطريقه ديال هذا البرنامج. الطريقه ديال البرنامج سميتها انترميتين فاستن، معنى صيام متقطع، يعني كتصوم 16 ساعه و8 سوايع فيها جوج وجبات، ولكن كتشرب الماء في هاد 16 ساعه اللي كتصوم، او القهوه او اتاي بدون سكر. وهاد النظام هذا معروف عالميا، كيستعملوه بعض الرياضيين في الفنون القتاليه باش يلعبوا في الوزن اللي بغاو، وفي نفس الوقت كيحافظوا على الكتلة العضلية ديالهم وعلى القوة الجسمانية. كذلك أطباء في أمريكا كيوصفوا لمرضى السكري النوع الثاني وبعض مرضى السرطانات، الناس اللي عندهم أمراض في المعدة والمسار والبواسير، راه مزيان ليهم هذا النظام هذا. أنا من اللي استعملته ما بقاش عندي انتفاخات في البطن، يعني كينقي الجسم من السموم بحال الصيام اللي عندنا في ديننا الحنيف. هاد الطريقة هادي يعني مزيانة، و لأي واحد يعني عنده الجسم فيه الشحمة وعنده الوزن الزائد راه مزيان ليه هاد النظام هذا. يعني الناس اللي عندهم الكرش فيها الشحمة والفخاد والظهر راه مزيان ليهم هاد النظام هذا، سواء كانوا كيمارسوا الرياضة أو ما كيمارسوهاش. السر في نجاح هذا النظام الغذائي هو باش تنقص الوزن وتحافظ على الكتلة العضلية والقوة الجسمانية. السر ان هذه الطريقة ملي كتحبس السكريات كيتحبس افراز ديال الانسولين، يعني كيوقف وكيتفرز جروت هرمون اللي هو هرمون النمو، وهو المسؤول يعني على نمو العضلات والعظام، وكينقص يعني المستوى ديالو من بعد 45 سنة. كذلك هذا الهرمون ديال النمو ملي كتفرز كيحافظ على البشرة من الشيخوخة. أول حاجة سمعتها ملي نقصت أنا الوزن يعني من الأصدقاء ديالي، أنهم عجبهم يعني الجسم، المنظم ديال الجسم ديالي والوجه، حتى يعني كتنقص يعني الشحمة اللي كتكون زايدة في الجسم وفي الوجه كذلك، وكتبان يعني صغير. وحتى الناس اللي عندهم يعني آلام في الركابة والظهر اللي عندهم وزن زائد راه ما يبقاش يعني يكون ما يبقاش عندهم آلام في الركابة والظهر، حيت غادي يحيدوا الوزن بهذه الطريقة هذه. كذلك الناس اللي كيمارسوا الميسكيلاسيون عندهم الشحمة في الجسم ديالهم مزيان ليهم هذا النظام هذا، منه غيحيدوا الشحمة وغيحافظوا على الكتلة العضلية والقوة الجسمانية ديالهم، حيت ملي كتحبس كثرة الأكل والسكريات كتفرز جراس هرمون اللي هو المسؤول في تكبير العضلات. على داك الشيء يعني الأبطال اللي كيشاركوا في البطولات ديال كمال الأجسام كياخدوا هرمونات خارجية باش يحسنوا من المستوى ديالهم في ساعة، ولكن هاد الهرمونات الخارجية خطيرة على الجسم ديال الإنسان. ربي عطانا هرمونات طبيعية بالنسبة اللي بغى يكسب الصحة ديالو دائما،
خاصو يعرف كيفاش يعني يزيد من افراز هاد الهرمونات. اما اللي عنده هدف الميسكيلاسيون راه ضروري غادي يستعمل الهرمونات الخارجيه بشتى انواعها، وغادي يخسر فلوس على راسو، وداك الشيء راه سيفقد حدين غلطه واحده مشيتي فيها. خاص ضروري يعني تكون عندك واحد تحت اشراف يعني طبي، ودير التحليلات ديالك، ويكون عندك مدرب عنده خبره. ولكن داكشي كامل تخربيق، ما تستفد حتى حاجه، وغادي تهلك على الجسم ديالك. من الاحسن بنادم يتريني مزيان ويمارس فن قتالي باش يحافظ على اللياقه ديالو وعلى الصحه ديالو. كيفاش يعني تزيد من هرمون ديال النمو وهرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون؟ كيفاش غادي تزيد في يعني في الهرمون ديال النمو؟ هرمون النمو ملي كتحبس السكريات راه اوتوماتيكمون كيتفرز، يعني ملي كتحبس السكريات كيوقف يعني الانسولين ما كيتفرز، يعني اوتوماتيكمون كيتفرز هرمون النمو. من الاحسن يعني الاكل تا هو تقلل يعني من المواد اللي فيها الكربوهيدرات، وتكثر يعني من المواد اللي فيها الزيوت الصحية مزيان، بحال زيت العود، زيت أرغان، بحال المواد الغذائية اللي فيها الزيت سميتو اللي فيها الدهون الصحية، بحال اللوز، القرقاع، زريعة الكتان. وهادشي كامل كيزيد يعني في التستوستيرون اللي هو الأصل ديالو الزيت. هاد المواد كاملة كتزيد يعني في المستوى ديال التستوستيرون. كذلك الزنك، حتى هو المواد اللي فيها الزنك راه كتزيد في النيفو ديال التستوستيرون. والناس اللي كيمارسوا رياضة حمل أثقال راه كيكون عندهم النيفو ديال التستوستيرون طالع مزيان، خصوصا ملي كتخدم الفخاد، ولا الناس اللي كيديروا الجري بسرعة مسافة 100 متر راه مزيان، كيكون النيفو ديال هرمون التستوستيرون طالع مزيان. وبالنسبة لهرمون النمو كيفاش كيتفرز 100%؟ يعني ملي كتنعس يعني من بعد العشاء راه كيتفرز 100% الهرمون ديال النمو. وبنادم يفيق يعني مع الفجر، ملي كتفيق تاني مع الفجر كيتفرزوا هرمونات اخرى، اللي منها يعني هرمون ديال السعادة. بنادم يعني كيبقى كيولي نشط نهار كامل. وتا الناس اللي يعني اللي عندهم نقص في الحيوانات المنوية راه مزيان ليهم يعني يمارسوا رياضات رفع الأثقال، أو يمارسوا يعني اللي كروس ترينين كروس فيت، يعني يرفعوا اوزان ويديروا واحد السيركوي ديال الجري، يمشيو يجريو بسرعه واحد 100 متر، واحد 4 الخبرات كل 3 ايام راه مزيان ليهم. ويبعدوا عن المشروبات الغازيه والمواد المصنعه والبسكويتات والحلويات، ويكثروا من المواد اللي فيها الزنك والدهون الصحيه بحال اللوز البلدي كما قلنا، القرقاع وزريعه الكتان. الطريقة اللي استعملت أنا والوجبات اللي درت يعني 2 وجبات. يعني من اللي كان فيق مع الصباح كنشرب غير الماء، من بعد كنشرب القهوة ديالي بلا سكر، وكنبقى يعني حتى الوحدة عاد كناخد الوجبة الأولى ديالي. الوجبة الأولى ديالي قبل منها كناخد يعني الفاكهة، سواء تفاح سواء ليمون سواء كيوي. ومن بعد كناخذ يعني واحد الطبسيل فيه يعني خضره متنوعه، كندير عليه زيت العود. من بعد يعني كناكل يعني الطبسيل اللي فيه الخضره، كنتبعو يعني واحد 250 غرام ديال اللحم. وكل مره كندير اما الحوت اما اللحم اما الدجاج او البيض. وكذلك الوجبة الثانية كندير فيها نفس الوجبة الأولى، هيا كل مرة كنوع. هذا هو البرنامج اللي كندير أنا. ومن بعد يعني الوجبة الأولى كنديرها مع الوحدة،
وكنحسب يعني تقريبا 8 السوايع، وكناخد الوجبة الثانية. يعني بحال قلت لك، كناخد الوجبة الأولى مع الوحدة والوجبة الثانية مع 8. صافي، من بعد راه كتشرب الماء، عندك الحق في الماء. صافي، السكريات كتبعد منها نهائيا. المواد اللي فيها الكربوهيدرات بحال الرز وبحال البطاطا الخبز كنقلل منهم، يعني واحد النسبة قليلة كان اللي كناخد منها. وكنتمنى البرنامج يعجبكم، وديروا شي إرادة. الناس اللي عندهم الوزن زائد يديروا هذا البرنامج بهذه الطريقة، إن شاء الله راه غادي يعني غادي تطيحوا من الوزن ديالكم، وغادي تحافظوا على اللياقة البدنية ديالكم. وهذا النظام راه مزيان سواء للرياضيين وسواء الناس اللي ما كيمارسوش الرياضة. تحياتي لكم، كنتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب، وتعطيونا شي تعليق، واللي عنده شي سؤال يحطه في خانة التعليقات، وتبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم باش كل شي يستفد. تحياتي لكم.